السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يدركه الإنسان عند الموت. الإنسان أول ما بيموت بيدرك اللحظة دي وبيفهم إنه مات، لأن الوعي بيبقى مستيقظ ودماغه بتبقى بتشتغل عادي جدا حتى لو قلبه وقف. وأكتر حاجة بتخيف في الدراسة دي إنه بيسمع الطبيب وهو بيعلن خبر موته، ومش مجرد سماع خبر الموت، معرفته للحقيقة الأبدية كمان ومقعده من الجنة أو النار. اللهم توفنا وأنت راض عنا، واجعل الجنة هي دارنا يا رب العالمين.